أبو بعض المؤذين يا شيخ يطفي جهاز تكبير الصوت عند الأذان عند الإقامة والصلاة. يطفئوه عند الأذان عند الإقامة والصلاة الداخل والخارج، أو ما يكون له صوت لا واضح، صلاة بس صوت الإمام فقط. واللي يشغله؟ لا يطفئوه، ما يشغل إلا بالأذان فقط، الأذان فقط. طيب هذا لا بأس به، هذا قد يكون خيرا، يعني يكون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان، هذا هو الأحسن. لكن لو استعمل معه في الإقامة فلا بأس، أما أن يستعمل في الصلاة فلا، لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد. عرفت؟ حتى الداخل ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا، ما الفائدة؟ نعم، إذا كان المسجد لا يسمع فيه، إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس.